انا عندي رساله مهمه جدا 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 الحقيقه من النجم الكبير واسطوره المغرب كابتن عزيز بودربلا، قالها للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب من خلال فيديو خاص بعته لنا الحقيقه من ليون في فرنسا. كابتن عزيز بودربلا هو الحقيقه قليل الظهور او نادر الظهور في الاعلام، ولكن عندما علم ان الفيديو ده هيتعرض على قناه النادي الاهلي ولجمهور الاهلي وكابتن محمود الخطيب، فالحقيقه اصر ان هو يعمل الفيديو ويبعته لحضراتكم. خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم الكبير واسطوره المغرب كابتن عزيز بودربلا، نرجع نكمل. السلام عليكم، انا سعيد وبلدي المغرب يستقبل نادي القرن من الشقيقه مصر الغاليه، وانا اسعد ان يكون وفد الاهلي بقياده اخينا الاكبر محمود الخطيب بقيمته وقامته رفقة الوداد الرياضي يحملان شرف تمثيل العرب وإفريقيا في هذا المونديال، في مونديال الأندية بأرض المملكة المغربية الشريفة. أحبتينا في الأهلي، أهلا ومرحبا في بلدكم المغرب، وتحية من الرباط إلى القاهرة. طيب، حاجة محترمة جدا الحقيقة، و هي دي العلاقات، هي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هي دي كرة القدم، يعني لعبة اتلعبت علشان المواقف دي.